العرض الإخباري، أهلا بكم. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بإعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح. وبعد الاستماع لعروض الوزراء والمسؤولين، تقرر إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح لأنها تبقى الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء، مع الاستغلال الأمثل لعدد الأسر المخصصة لمرضى كوفيد-19 ورفع طاقة استيعابها الحالية من 7% إلى 15%، خاصة في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة. لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور ليلة أمس إلى اليوم بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى محول هضبة ميزاب على بعد حوالي 50 كيلومتر من عن عاصمة ولاية غردايا، حسب ما أكده الملازم فتحي بن رحال خلية الاتصال للحماية المدنية بغردايا. ونجم هذا الحادث إثر اصطدام وقع بين حافلة لنقل مسافرين وشاحنة لنقل الفواكه قادمة من ولاية معسكر باتجاه ورقلة، وخلف في حصيلة أولية 9 وفيات وإصابة 32 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. أعلنت يوم أمس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها أن عيد الإضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري، وأوضحت الوزارة أن اليوم هو غر ذي الحجة 1442 هجري الموافق للحادي 11 جويلية 2021 الجاري، وعليه فإن يوم عرفة يكون يوم الاثنين 9 ذي الحجة الموافق للـ 19 جويلية الجاري. في الرياضة، أخفق فريق شبيبة القبائل في الظفر بنجمته لفرقية السابعة وسقط على وقع نتيجة 2 مقابل هدف لدى مواجهته نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بملعب الصداقة جنرال ماتيو كريكو في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويحمل فوز الرجاء البيضاوي توقيع اللاعب سفيان الرحيمي في الدقيقة 5 وبين مالينغو في الدقيقة 14، بينما سجل زكريا بولحية في الدقيقة 46 الهدف الوحيد لصالح الشبيبة، وأهدرت تشكيلة الكناري فرصة الظفر باللقب الرابع في كأس الكونفدرالية وهي المتوجة بها 3 مرات. جدير بالذكر أن هذا النهائي يعني كان قد خسر فيه شبيبة القبائل يوم أمس وضيع فرصة التتويج باللقب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العرض الإخباري، قدم لكم من قناة التحرير ويبتفي. أطيب المناس، السلام عليكم وإلى اللقاء.